مش هسمح باي غلطه ابدا. ايوه، والزفت اللي اسمه سيد ده تديله حسابه وتمشيه فورا من المعمل، ده انسان قذر ما يفهمش في النظافه. ايوه، ولا في النظام. المكان اللي اكون انا موجوده فيه لازم يكون مكان بيرفكت من كل النواحي. الاهمال والبرجله وعدم النظام ثلاث حاجات ممكن يجننوني ويعصبوني، مفهوم ولا لا؟ أيوة. صباح الخير. منال اقفلي دلوقتي، هطلبك بعدين. هو كريم فين؟ كريم صاحي من بدري ما شاء الله، وفطر زي حوايده ما شاء الله يا اختي، وراح الجامعه زي حوايده. ربنا يخليهولي. مش زيك انت، طول الليل سهران عمال تعاكس بنات الجيران وتبلغ بيك الحقاره والسفاله، انك منايم الواد على الكنبه ومبرطع انت على السرير. ولا صور يا اخويا، صورك اللي معلقه في كل حته دي ذكريات بقى. ذكريات ايه موكوس انت؟ ذكريات مع مين؟ بقول لك ايه، هترجع من بره مش هتلاقي ولا صوره، همسح ذكرياتك. والله هي البوكل دي اللي عامله شرخ في علاقتنا. عارفه من غيرها ليس كده وقمر وبطايه يا ماما. ما تقوليش يا ماما. اضحكي يا اختي. يلا شيل الصور. قال أما أجيب لك حاجة معايا يا ماما؟ ما تقوليش يا ماما. طبعا أمال يعني. يا رب الاقي. مش هتقدر تغمض عينيك.